عايز ارجع للاعب عربي بدر. عربي بدر استوقفني هذا اللاعب خلال الموسم اللي فات من سلوكياته، من التزامه مع فريق 2001 لما كان بيأدي بمنتهى القوة مع فريقه، وكمان لما بيتم تصعيده لفريق 97 مع شباب النادي الأهلي. عربي بدر من اللعيبة المبشرة اللي أنا دايما بتنبأ لهم إن شاء الله هيكون لي مستقبل كبير مع النادي الأهلي. مستر مارتن نصرتي أشاد برضو بعربي بدر في معسكر أسبانيا، وزي ما قلت لحضراتكم في مصطفى شوبير في حراسة المرمى. بنطمن بقى كل جماهير النادي الأهلي اللي كانوا قلقانين شوية على حراسة المرمى، ما شاء الله عندنا محمد الشناوي، عندنا شريف الكرامي، عندنا علي لطفي، وعندنا كمان صاعدين ناشئين على نفس المستوى من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. عندنا مصطفى شوبير، عندنا أحمد طارق سليمان، عندنا رمضان أبو حطب مواليد 99، وفي عربي بدر، وفي محمد عبد المنعم مساك. الناس دي صعدت مع الفريق الأول، وما شاء الله زي ما قلت لحضراتكم مارتن نصرتي أثنى عليهم، وكمان يعني فرصة كبيرة ليهم إنه يحتكوا مع الفريق الأول وياخدوا خبرات كبيرة. هنروح لأول تقرير في برنامج الأشبال مع عربي بدر، نشوف قال إيه ونرجع لحضراتكم مرة تانية. قطاع الناشئين يعني مشكورهم جدا، المدربين اللي انا اتمرنت معاهم اول ما جيت كانت سنه 2012، كنت موجود مع كابتن ياسر محمدين واحمد جمال، دول اول ما روحت النادي عليهم. فالحمد لله من خلال كنت اختبارات وكده، كان كابتن سيد البراجيلي كان جايبني اختبارات وكده، فالحمد لله من اول اختبار نجحت وبقيت موجود متواجد مع الفرقه، ولعبت دوري معاهم من البدايه. وكانت جيت انا على جيل 2000، يعني انا جيت على جيل 2000، بعد كده طلعت كملت مع ال 2000، بعد كده الحمد لله عملوا دوري جمهوريه 2001، كملت معاهم اخذنا الحمد لله بطولتين جمهوريه وبطوله منطقه، واخذت 4 بطولات جمهوريه مع ال 2000 مع كابتن احمد سراج، واخذت مع كابتن محمد شرف طبعا بشكره جدا 2001 اخذت بطولتين جمهوريه معاه، ومع 97 اخذت السنه دي بطوله جمهوريه مع 97 مع كابتن عادل عبد الرحمن، وطبعا بشكره جدا ليه فضل كبير عليا، يعني لو اتكلمت من هنا لبكره وبعده مش هقدر يعني اوصف الشعور اللي انا حاسس بيه دلوقتي. طبعا بشكره جدا وساعدني كتير، والحمد لله يعني من بدايتي في السنه دي في الدرجه الاولى دي الحمد لله هو ليه فضل كبير عليا فيها الحمد لله. اكيد طبعا يا كريم زي ما انت عارف احنا بنتربي على يعني بيربونا على حاجه مختلفه، يعني الحمد لله روح الالتزام الجدعنه يعني ثقافه المكسب، دايما عندنا ثقافه المكسب، يعني انا لما بتعادل ماتش بروح البيت بكون خسران، يعني انا خسران كده الماتش ايه تعادل بالنسبه لي خساره، حتى يعني ابويا في البيت امي بيكلموني لا انا خسران، يعني قالوا خسران دايما متربع على المكسب. فالحمد لله يعني واخد 8 بطولات الحمد لله من مع كذا فرقه في القطاعات الحمد لله، والسنه دي موجود مع الفريق الاول في معسكر زي ده، فشرف ليا يعني في الفتره دي ان انا موجود مع كوكبه من نجوم، فالحمد لله رب العالمين، وان شاء الله بدي ثقه الجهاز فيا وان شاء الله اقدر اقدم المزيد باذن الله. طبعا بمس على كابتن اسامه حسني بالنسبه لبرنامج الاشبال، البرنامج ده طبعا كان ناقصنا من فتره كبيره جدا، فطبعا بنشكر المنظومه اللي عملت البرنامج او ساعدت في البرنامج في اللي هو يطلع بالصوره كويسه دي، والناس من خلاله يعني تقدر تشوفنا وتعرفنا في قطاع الناشئين، فطبعا بشكرهم جدا. بالنسبه لقطاع الناشئين او الناس اللي لسه بتختبر او هتيجي النادي الاهلي، ف يعني بقول لكم يعني اهتموا باكلكم كويس ونومكم وتمارينكم، وان شاء الله من خلاله تقدروا تبقوا متواجدين في النادي الاهلي، او ان شاء الله تبقوا متواجدين في الفريق الاول. وانا الحمد لله رب العالمين متواجد دلوقتي من قطاع الناشئين من 2012، ومتواجد من فرقه 2001، ومتواجد مع الفريق الاول الفتره دي ان شاء الله، وابقى متواجد باذن الله بصوره كويسه الفتره اللي جايه باذن الله.
كلمات عربي بدر بيقول دايما في قطاع الناشئين بيعلمونا الالتزام، الروح، الجدعنه، هي دي الحاجات اللي بيتعلموها داخل قطاع الناشئين، وفعلا هي دي اللي دايما يعني بتفضل مع الناشئ حتى لما يكون في الفريق الاول، الروح، الالتزام، الجدعنه، والحاجات دي بتنعكس على اللاعب كمان داخل الملعب، ودي يعني سمات روح الفانيلا الحمر. نصيحتي انا لعربي بدر، انت لسه في بدايه المشوار، لسه بتخطو اول خطوات ليك مع الفريق الاول بالنادي الاهلي. اول حاجه الالتزام، تاني حاجه التواضع، التواضع لما بتنزل مع فريقك تحت في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، التواضع مع زملائك، ازاي دايما يحبوك، دايما تحافظ على صحتك، دايما التزامك في الاكل، الاكل الصحي مهم جدا، عدد ساعات النوم المهمة جدا للاعب، ازاي دايما تسمع كلام مدربك. في ساعات لعيب لما مدرب بيقدم له نصيحة دماغه بتكبر شوية، لا، دايما تبقى عندك التواضع مع المدرب بتاعك علشان دايما تسمع نصايح المدرب ليك، ان طبعا المدرب بيبقى ليه خبرات كبيرة في عالم التدريب وكمان لعب مباريات كتير، فهو بيحاول ينقلك الخبرات دي. فدي نصايح لعربي بدر، وعربي بدر على فكرة من الشخصيات المحترمة جدا، ان شاء الله هنشوف المستقبل الكبير مع النادي الاهلي. عايز اروح برضو الموضوع مهم جدا، دايما قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ليه اهتمام كبير، اهتمام كبير من المسؤولين، خاصه من الكابتن محمود الخطيب، كمان من لجنه التخطيط، دايما في اجتماعات مستمره زي ما احنا شايفين. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مع لجنه التخطيط بقياده شيخ المدربين والكابتن طه اسماعيل واعضاء اللجنه الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو، دايما في انعقادات مستمره، دايما بيسمعوا كمان الكابتن فتحي مبروك، بيشوفوا السلبيات، بيشوفوا الايجابيات، بيشوفوا ايه احتياجات الفريق الاول، احتياجات قطاع الناشئين للموسم القادم من اجهزه، من تدريب، من ملاعب، عشان يوفروا ده كله لقطاع الناشئين، عشان في الاخر ان شاء الله يكون عندنا ناشئ فعلا يقدر يمثل النادي الاهلي الفريق الاول، وكمان يكون على المستوى البعيد لمنتخب مصر ان شاء الله.